معنا عبر الهاتف نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام. مرحبا بك أستاذ نجيب. هل توصل المجتمع الدولي بعد 7 سنوات من الحرب إلى أن القرار 22/16 هو معضلة الحل السياسي في اليمن؟ أنا لا أعتقد أنه القرار 2216 ما يشكل المعضلة في مسألة الحل. المعضلة الأساسية هي الحوثية ورفضها لكافة الحلول السياسية. مسألة قرار 2216 هو خارطة الطريق للحل السياسي بالإمكان الاستناد عليه والاعتماد عليه وتجاوزه من خلال إنتاج القرار الجديد لكن يؤسس للسلام بما يؤدي إلى تنفيذ المبادئ الأساسية التي احتواها القرار 2216. أنا أعتقد أنه أحد القواعد المهمة التي تستند عليها الأمم المتحدة في كافة جهودها للاتجاه للحل السياسي، وكذلك المجتمع الدولي وما زالت أطراف الحركة الوطنية اليمنية متمسكة بهذا القرار. صحيح أن الحوثي يرفضه لكي يشرع لوجوده. هذا القرار او قرارات الامم المتحده في العاده لا يمكن ان يتم تجاوزها ما لم يكن هناك قرارات جديده، ولن يكن هناك قرارات جديده ما لم يقبل الحوثي الحل السياسي. طالما الحوثي رافض للحلول السياسيه سيظل القرار 2016 هو احدى المرتكزات الاساسيه، اولا لحمايه الدوله اليمنيه، وثانيا لمواجهه الحوثيه، وثالثا للانتقال الى المستقبل وفق اسس صحيحه. نعم، في رايك كيف يمكن تحقيق السلام في اليمن؟ تحقيق السلام في اليمن هناك مبادرات كثيره او وضعت. الاشكاليه ليست لدى اليمنيين ولا لدى المجتمع الدولي ولا الاقليمي ولا الامم المتحده. هل الحوثي موافق على السلام؟ انا اعتقد ان الحوثي يسير باتجاه ان يجعلها حرب مستدامه، لديه مشروع وحيد كما قال عبد الملك الحوثي هو الحرب الى يوم القيامه، بمعنى ان يحكموا او هي الحرب حتى النهايه واستدامه كامله، ناهيك عن حاجه ايران لهذه الحرب، وبالتالي مجرد ان يقبل الحوثي بالحلول السياسيه انا اعتقد انه السلام ممكن يتحقق، ولن يقبل الحوثي بأي حلول سياسية ما لم يكن هناك ضغوط عسكرية حقيقية في الميدان. نعم، فيما يرى البعض بأن إسقاط قرار 22/16 إخراج للحوثي من دائرة الانقلاب، ما هي التبعات الإيجابية والسلبية لإسقاط هذا القرار؟ أولا الحوثي سيظل انقلابي، يعني سواء في قرار 2016 أو لم يصدر هذا القرار، يعني الحالة الحوثية هي حالة انقلابية وحالة سطو ولا يمكن شرعنتها أبدا، وهي تستند أساسا على القوة، وهي أكثر يعني انقلبت على كافة مؤسسات الدولة وخربت العملية السياسية وقادت عملية تصفية ضد كافة أطراف الحركة الوطنية وتدير حرب متعددة الأوجه ضد اليمنيين، وبالتالي لا يمكن أبدا شرعنة الحوثية بأي شكل من الأشكال. أنا أعتقد أنه المرجعيات الثلاث هي إحدى المستندات الأساسية التي تقوي كافة اليمنيين في مواجهة الحوثية. أي إسقاط لهذا القرار أنا أعتقد أنه غير ممكن إلا في حالة واحدة، إذا انتقلنا إلى قرار جديد يؤسس لسلام ويمكن اليمنيين من بناء الدولة الجامعة. نعم. وهذا الأمر أنا أعتقد الحوثية لا تسير بهذا الاتجاه، وبالتالي أنا أعتقد أن المعضلة الأساسية هي الحالة الحوثية ومواجهتها هي حالة إجبارية، وعلى اليمنيين أن يقتنعوا بهذا المسار جميعا بلا استثناء. نعم، نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام، شكرا لك.